لا شيء يفوق كبر هذه المنطقة الممتدة سوى وجع ساكنيها، ففي هذه المخيمات يعيش نصف مليون نازح أوضاعا مأساوية بعد نزوحهم من قرى عدة بمحافظة حجة. حرض وميدي وبكيل وحيران ومستبى أكثر مديريات المحافظة التي اضطر سكانها للهروب بسبب الحرب المشتعلة على الحدود، ليضاعفوا أعداد من سبقوهم في النزوح ممن خلفتهم حروب صعدة السابقة. هنا في عبس وحيران وأسلم الخيام المتهالكة وحدها ما يملكه النازحون، حيث تتوزع في هذه المديريات 22 مخيماً يفتقرون فيها لأبسط مقومات الحياة، فلا مياه صالحة للشرب ولا غذاء ولا دواء. مصير مجهول تواجهه 60 أسرة نازحة فرت من الموت لتلقاه في رحلة الشتات التي زاد من صعوبتها الإهمال. أجساد نحيلة وملامح باهتة تعكس ما يعانيه الكبار والصغار هنا من فقر وحاجة. فبحسب آخر الإحصاءات تعد محافظة حجة ثاني محافظات البلاد التي تعاني من سوء التغذية. الكوليرا وحمى الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض والأوبئة وجدت في هذه المخيمات بيئة مناسبة لتفشيها، خصوصا في ظل التلوث وعدم توفر المأوى والصرف الصحي المناسب وغياب تام للرعاية الصحية. أبي بناتي هو أكله وباقة طحين دقيق، لا نعرف قوطة، لا نعرف أي حاجة، حريم، لا نسرح سوق، لا بادية، معنى الله سبحانه وتعالى. جهلي قد تقتلوا، أبوهم برق على سجادتهم. قتل أولادها وتشردت هي، لتلخص بقصتها مشاهد مأساوية ومؤلمة لحرب أكثر ضحاياها هم المدنيين.